السؤال الثامن: كن مؤثر وأصل قيمة القوة لتعالج سلوك مدير متسلط يبخس موظفه المجتهد في درجات تقويم الأداء حتى لا يحصل على الترقية فيصبح منافسا له، وذلك من خلال التعريف بأن القوة والأمانة مقومين أساسيين لتولية المناصب بدليل قوله تعالى: ألف خذوا ما آتيناكم بقوة، باء يا يحيى خذ الكتاب بقوة، جيم إن خير من استأجرت القوي الأمين. للمشاركة زوروا موقعنا على الفيسبوك.